وزير الطاقة بشرنا من كم يوم انه بعد جمعتين رح نوعى وما رح يكون عنا كهرباء بلبنان. خلينا نشوف اذا في شيء رح يتغير على المواطنين نهار يلي رح يوعوا ورح يلاقوا انه حتى ضو ما عندهم ببيتهم. مثل ما بشرنا معالي وزير الطاقة جبران باسيل من اول ما ركب لهلا كهرباء 24 اورز وبعدنا بنشوفها. إذا عشنا على العتمة مش مشكلة، أنا بالنسبة لعمري عشنا على العتمة فرق في الحرب، مرقنا بالحرب نحن إيه. كيف بتحسوا رح يكون نهاركم لما رح توعوا بعد جمعتين وتلاقوا إنه ما عندكم حتى ضو بالبيت، كيف رح يكون نهاركم؟ كيف؟ ما هي الكهرباء عم تجي ساعتين، بالناقص هالساعتين يعني مش حيتغير شيء، ما أنت مش محتاجة حاجة يعني. نحن منعيش على الكاز والشمعة بس ما يضلوا، ينقبروا يحلوا عن ربنا أحسن، هؤلاء السفلة. شو بدي أعمل؟ شو بدي اقول له يعني؟ ساعة بدكم بتجيبوا ساعة بدكم ما بتجيبوا، انتوا يعني على ذوقكم. كيف بتحس رح يكون نهارك لما رح توعى وحتلاقي انه حتى ضو ما عندك بالبيت؟ كيف؟ شو بدي اعمل؟ ضوي قنديل. شو بدي اسوي يعني؟ نور جوزة بزيادة. على فكرة يعني هو اصلا ما في كهربا من هلا، يعني من فيق ما في كهربا، من نام ما في كهربا، فما كثير عم تفرق معنا ما. يمكن هذا الوزير اصدق واحد انه عم يحكي انه باخر الشهر ما بقى في عنا كهرباء، معه حق مزبوط. لو ما في اشتراكات اقول لك انا مطحت العالم يوم. وانا صاحب مولد على فكره. شعب اكل انفجار اقوى ثالث انفجار بالعالم وما تاثر بعد شهر راح صهر وظهر وسافر ويتاثر بالكهرباء. يمكن تعودنا على المصايب بلبنان. يفلوا احسن شيء، خلص، هيدا احسن حل، يفلوا ويخلوا الشعب يعيش. هنا لبنان، نحن بنتمنى يكون هنا لبنان، هنا لبنان، كل لبنان يرجع لبنان احسن من ما كان بالاول.